بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين. أما بعد، أبنائي الطلاب، طلاب مدارس العبير الصف الرابع الابتدائي، سوف نتحدث اليوم في حديث آخر من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو بعنوان البعد عن الكلام السيء. الحقيقة أن هناك بعض الناس يصدر منه ألفاظا غير مهذبة، وننأ بأنفسنا على أن نذكرها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام روى عنه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا. وأيضا هناك حديث آخر روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. وسوف نتعرف معا على معاني الحديثين. أما الأول فهو عن أنس بن مالك رضي الله عنه الذي خدم الرسول صلى الله عليه وسلم وجالسه كثيرا، يخبرنا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكلام السيء. وهناك بعض المعاني نتعرف عليها سويا. المعنى الأول: سبابا، أي لا يشتم الآخرين أو يعيرهم أو ينتقص منهم. ولا فحاشا أو فاحشا، أي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكلام القبيح، لأن الفحش هو كل قبيح من القول أو الفعل. ولا لعانا، فلم يلعن أحدا بعينه صلى الله عليه وسلم، فاللعن هو دعاء بالطرد من رحمة الله، والمسلم يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فلا يدعو عليه بهذا الدعاء. إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، فإن من ابتعد عن الكلام القبيح من خير المسلمين، لأن ذلك من حسن الخلق. تعرف على أنس بن مالك. من خلال الدروس السابقة تعرفنا عن أنس بن مالك، هو خدم النبي صلى الله عليه وسلم، كان دائما محبا للعلم كما رأينا. وأيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص، فهو عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي، من صفاته كان غزير العلم مجتهدا في العبادة. وأيضا من فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه: نعم أهل البيت عبد الله وأبو عبد الله وأم عبد الله. نفكر معا في هذا السؤال: على ماذا يدل ابتعاد النبي صلى الله عليه وسلم عن السب واللعن والفحش في القول؟ يدل على كرم النبي واحترام النبي وحسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وبعده عن القول الفاحش والقول البذيء. سوف نحاول أن نحل هذا السؤال في الواجب المنزلي، وهو حول استخرج من سورة الحجرات من الآية 9 إلى الآية 13، الآية التي تنهي عن السخرية بالمسلمين. وهنا ينتهي لقاؤنا يا أبنائي هذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.